المحاضره اللي فاتت احنا بدانا نتكلم عن الموبايل سنسورز، اخذنا الجي بي اس واخذنا الواي فاي والبلوتوث، وكنا قلنا ان الجي بي اس بيطلع اللوكيشن، وكنا قلنا انه مشكلته ان هو ما بيقدرش يشتغل اندور عشان هو محتاج دايركت لاين اوف سايت للساتلايت، وكنا قلنا ان احنا محتاجين ان احنا نشوف تكنولوجيا ثانيه، فاشتغلنا باستخدام الواي فاي، ولقينا ان في حاجه اسمها ريسيف سيجنال سترينث. لو نفتكر كنا نقدر عن طريق الريسيف سيجنال سترينث الاناليسيس بتاع الداتا دي نقدر ان احنا نحدد لوكيشن ونحدد معلومات كتيره جدا. وكنا قلنا برده ان البلوتوث بيشتغل بنفس الطريقه، لانه الريسيف سيجنال سترينث بتاعه البلوتوث اقدر اقراها برده، بمعنى ان الديفلوبر بتاع الموبايل ممكن يكتب كود كده معين يقرا الريسيف سيجنال سترينث بتاعه الواي فاي، يقرا بتاعه البلوتوث وهكذا. كان النوع الثالث بتاعها اللي احنا ما لحقناش ناخده المحاضره اللي فاتت هو اللي هنبدا بيه النهارده، اللي هو السيلولار داتا. بنفس الطريقه هو كل القصه برده، السيلولار داتا معتمده على اتصالات بالبرج بتاع الاتصالات. انت متوصل ببرج معين تبع الشبكه اللي انت متوصل بيها، زي ما انت كنت بتستخدم الموبايل بتاعك عشان تعرف تقرا الواي فاي ار اس اس اللي انت واصل بيه وكل الواي فايز اللي حواليك، زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت، انت برده ممكن تقرا الار اس اس او ريسيف سيجنال سترينث بتاع السيجنال اللي جايه من برج الاتصالات وكل الابراج الثانيه، مش شرط البرج بتاع شركتك بس، ممكن يبقى فيه كذا برج ثاني تقدر تربطه. فبتقدر تقرا الار اس اس، وممكن برده تعمل ليها شويه بروسيسنج مع شويه ارتفيشال انتليجنس وكده، فبتقدر تطلع بابليكيشنز ممكن نشوف منها حاجات. تقدر تطلع برده بنوع الشبكه عامله ازاي، هل هي 3 جي 4 جي مثلا، تقدر تطلع مثلا بالاي دي بتاع التاور اللي انت كونكتد ليه، التاور اللي انت واصل ليه ده له اي دي معين، قادر تعرف انت متوصل بانه اي دي بانه تاور. وبناء على المعلومات دي ممكن تقدر تعمل حاجه شبه اللوكاليزيشن اللي احنا كنا بنعملها اندور، ممكن تعملها اوتدور برده، باعتبار ان انت كنت عارف اماكن الاكسس بوينتس، فكنت بتعرف مكانك فين ريليتيف تو الاكسس بوينت ده. كذلك برده اماكن التاورز دي معروفه، مش سر ولا حاجه، انت ممكن تسيرش على جوجل هتلاقي مواقع بتجيب لك الاماكن دي، زوم على الخريطه يجيب لك مكان التاور ده، الاي دي بتاعه بتاع شركه ايه والكلام ده كله. الداتا دي ممكن تستخدمها تدخلها في ابلكيشن، تدخلها في ريسيرش، وبناء عليه بنفس الطريقه برده بتاعت الريسيف سيجنال سترينث، تكنولوجيا كبيره مش هنتكلم فيها، بس اللي عايزين نقوله ان انت ممكن تقراها كسنسنج، يعني اللي هو المجال بتاعنا. فالابلكيشنز بتاعت الموضوع دوت هو نفس الابلكيشنز بتاعت الواي فاي، بتاعت البلوتوث، بتاعت السيلولار داتا، هم كلهم بيتكلموا في كل الابلكيشنز اللي احنا خدناها قبل كده، ممكن تطبقها هنا برده. من ضمنها برده اللي هو الحاجات اللي اوت دور غالبا، يعني تتكلم في الترافيك دنست اللي هو تحدد الترافيك جام عامل ازاي وكده، زي سبيد ديتكشن الكلام ده كله. يمكن يبان منهم لو الدور لوكاليزيشن زي ما احنا قلنا، لو انا عارف اماكن التاورز دي وعارف الريسيف سيجنال سترينث اقدر احدد مكاني فين من كل تاور، فاقدر ان انا اعرف مكاني فين رافلي. طب انا احدد مكاني ليه او الدور لما انا معايا الجي بي اس؟ فقال لك ان مبدئيا الجي بي اس لحد هذه اللحظه مش موجود في كل الموبايلات، في موبايلات ما بينزلش فيها جي بي اس لان هي الشريحه بتبقى غاليه، لما انا محتاج اعمل موبايل رخيص شويه احيانا بشيل منه الجي بي اس. دي نقطه. النقطه الثانيه، احيانا اليوزر نفسه بيبقى قافل عليك الجي بي اس من فوق كده عشان محدش ياكسس اللوكيشن، فانا لو عايز اجيب اللوكيشن بتاعك كديفلوبر وانت مش مديني صلاحيه للجي بي اس، اقدر ان انا استخدم حاجات ثانيه منها السيلولار داتا، والسيلولار داتا انت اكسسها من غير ما يديك صلاحيه، مفيش حاجه فوق بتقدر تقفل فيها ان انت تديله صلاحيه دي ولا لا، زي الواي فاي برضه وكذا. والعيب كمان بتاع الجي بي اس انه انرجي هانجري، بيخلص البطاريه بسرعه، في ناس كتير بتقفله حتى من غير الخصوصيه، في ناس كتير بتقفله الموضوع دوت، او احنا محتاجين لوكاليزيشن معتمد على حاجات ثانيه غير الجي بي اس عشان برضه نوفر البطاريه لو احنا بنعتمد على حاجات البطاريه بتاعتها قليله. ولكن افترض ان انت هتحط برنامج فيعرف اللوكيشن بتاعك، لو انت حتى ما حطيتش البرنامج ده موجود عندك على الجهاز، الشبكه نفسها او الشركه بتاعت الاتصالات نفسها ممكن تعرف مكانك فين رافلي كده. ليه؟ لان انت متوصل بانه برج يعني، صح؟ الابراج مهندسين الاتصالات هم بيوزعوها على المنطقه الجغرافيه، بيراعوا شويه معايير معينه كده عشان يحصل كفرج عالي للمنطقه دي. فنتيجه بعض الاعتبارات الخاصه بالاتصالات والمنطقه بتتقسم الى سيلز كده هيكساجونال زي اللي باينه في الصوره كده، ثلاثيه الشكل كده. انت ممكن يتحدد مكانك جوه كل هيكساجون من دول على حسب التكنولوجيا، 3 جي او 4 جي مثلا او التاورز دي غالبا بتبقى موجوده يا اما على الاركان بتاعت الهكساجون دي، الرؤوس بتاعته، او في نص الهكساجون على حسب التكنولوجيا. لو انا عارف انت متوصل بانه واحد، اقدر ان انا اعرف انت موجود في انهي سيل من دي، السيل دي مساحه كبيره كيلومترات، فاقدر على الاقل اعرف ان انت موجود في انهي قريه مثلا او في انهي حي جوه المدينه، حاجه كده يعني. لو انا جبت موبايل ابلكيشن وقريت السيل اي دي بتاعك، السيل اي دي اللي هو السيل دي الاي دي بتاعها او التاور ده، لو انا عرفت التاور ده موجود فين، الداتا بتاعته موجوده بابليك، اقدر ان انا اعرف مكانك فين رافلي كده. ده باعتبار ان انت حاطط موبايل ابلكيشن عندك بيعمل الكلام ده، او الشركه نفسها ممكن تعمل الكلام ده. ده اللي احنا بنسميه الكورس لوكاليزيشن. كورس دي اللي هو الخشن يعني لما يبقى السطح المسامات بتاعته او الذرات بتاعته يعني بعيده عن بعضها بتبقى خشن كده، معناه ان الاكيرسي بتاعتك قليله يعني في ايرور كبير. في عكسه بقى اللي هو الفاين لوكاليزيشن بتاع الجي بي اس، ان هو يعني بيديك اكيرسي قليله يعني. لما يبقى الذرات قريبه من بعضها كده السطح بيبقى املس، بنسميه الفاين لوكاليزيشن. وكمان لو احنا بنتكلم في التكنولوجيا الجديده بتاعت 3 جي وال 4 جي وال 5 جي والكلام ده كله، انت كمان ما بتحددش السيل دي بس، انت كمان ممكن تحدد انت موجود جوه انه جزء من ثلاثه او جزء من سته جوه الهكساجون ده، بنسميها سيكتورز. السيل دي بتتقسم الى سيكتورز، واقدر اعرف مكانك فين جوه انه واحد من دول.
طبعا الانتنه بيكون فيها كذا انتنه، فانت متوصل بانهي انتنه فيهم، ممكن الانتنه يكون ليها زاويه معينه فتبقى بتكفر اريا معينه. الكلام ده كله زي ما احنا قلنا ابلكيشن سات، الكلام دي غالبا بتبقى من ناحيه الشركه. من اشهر الابلكيشنز دي حاجه اسمها الاي 911 انهانسد 911. الناس اللي بتتفرج على افلام عارفين 911 ده الرقم بتاع الامرجنسي صح، زي النجده والمطافي والحاجات دي كلها، هم عندهم 911. عندك اي مشكله بتكلم 911. هيئات الاتصالات في الدول منها الهيئه الامريكيه، هيئه الاتصالات الفيدراليه، بتفرض على شركات الاتصالات كلها انه اي رقم، اي مكالمه تيجي لل 911 لازم الراجل بتاع خدمه العملاء اللي قاعد بيستقبل المكالمه بتاعتك دي يظهر له اللوكيشن بتاعك جاي منين. زي ما انت بتتكلم فودافون مثلا، فاول ما تكلمهم الرقم بتاعك بيتاخد بيخش على الداتابيس فيظهر له الداتا بتاعتك. نفس القصه برضو، هو المفروض ان انت تكلم 911 المفروض يظهر قدامي اللوكيشن بتاعك. ده فرض على شركات الاتصالات تصرفوا وتشقلبوا وهاتولي الموضوع ده. المشروع اللي اسمه انهانس 911 لسه لحد هذه اللحظه شغال، هو عباره عن فيزز، كل فيز ليها ديدلاين معين. باي الديدلاين ده لازم الشركه دي تكون عملت لوكاليزيشن اكيورسي معينه، اللي هو مثلا يكون الايرور بتاعك فرنش كيلومترات وبعدين فرنش مش عارف قد ايه وهكذا وهكذا. لسه ما خلصش حتى هذه اللحظه يعني. فكان من ضمنهم السيل اي دي يمكن اول ستيج فيهم، ان انا خلاص عرفت مكانك فين جوه القريه. على طبعا لو احنا كنا شغالين على اللاند لاين كان الموضوع ده بسيط، انا عارف مكان البوكسه المواصل بيها الخط والخط واصل في انه بيت، ممكن ارسم ماب كده معينه للخط الارضي معروف مكانه فين لو انا جاي لي منه مكالمه. انا لو حد بيتكلم في تليفونه ده العام دلوقتي الو انا في حريقه وخلاص الخط قطع، المفروض بقى نبعت له حد. فالمفروض على لو انا عرفت مكانه فين في رينج كيلومترات معينه يبقى انا عرفت ان هو مثلا موجود في قريه معينه، لو انا عرفت ان هو موجود في انهي سيكتور جوه السيل دي ممكن احدد ان هو موجود في انهي حي جوه القريه مثلا، فابعت المطافي وهناك هيوصل يعني مثلا، حاجه شبه كده. وزي ما احنا قلنا الموضوع ده فيز واحده، وبعد كده هو تصرف استخدموا الار اس اس بتاعك واستخدموا تكنولوجيا جديده بحيث تصرفوا، يعني يمكن التكنولوجيا مش موجوده تصرفوا انتوا تعملوا ار ان دي كشركات اتصالات ووصلوا لطريقه معينه ان احنا في الاخر لازم اللوكيشن ده يبقى موجود. طبعا الشركه تتاخر عن الديدلاين بتاع الفيز بيحصل لها غرامه يعني.